الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. حديث كان بقول يشني سديتن يعني صوم الري أنا حقا توضيح أن سيكر لنينا حقا سيعضيننا حديث كو حشيقة يا هدي متكين لوغو يارو يعني عسو ماذا ما عنتو هاتشيبو إذا دعي أحدكم فليجب وبمعنى هيا هراع فإن كان صائما فليصلي هدوية هاي متصو من هدعي وإن كان مفطرا فليطعم هدوية هاي متأفرا وأنصو من إنه هاعنا. حديث كان مسلم بصحيح كسوري شيخنا وافسر وحول ومعنى فليصلي فليدعو معناها فليصلي نوحيتاي هدعي مركا حديثك حكور رميا دور مسألو مسألة كواد وحيكوصة بصنطة هاي هدي متكين لوغو يارو عنتو ها أجيبو مركا عسو مدي إن الأقبال أيو أو لتقى أيو أيو الشيغ يوان أمر مركا عسو مدى أي واجب كتهاي إن لأجيبا ما تأروسكا مسوى طوالبا تأروسكا علمات وإسلوء قليهين إجماع بالغصور هري إنك ستو خلاف يرقار كود الشيغين هدي عسو مدى أروس أي تهاي إن لأجيبا إن واجب تهاي ولا قد دنبابا يهدي لغتكو مانع الدين يا إنه تشرموا يعني هدي مذ أروس أين أهين أكثر كعلماء وحي قبان إن السنة هي إجابة الأجيب يا أين واجب هين إلى قاركود أي شيكتين هدي عسو مذ أروس أين أهين إن السنة هي أين واجب هين واب إجماع قاركود أي شيكتين لكن إجماع أيكو الشيكان يا النظر باكو السغن ويا بعض أهل العلم وحي كتاقين إن واجب تهي marka waxa ugu badan ee ku sugan waxay tahay waa jumhuurka qowlkooda weeyaanay in hadii casuumad aroos ayna ahayn in sunnatu ayna waajib ahayn ijaabadeedu aqbalada la aqbalayo la raaciya ee waajib ayna ahayn jumhuurka ku tagay culimada badankooda laakiin taayifa sida kala qabta dhawaahirta adilladana waa dariishanayaan sida xadiiska tilmaamaya كي عنتا لوغو ييرو اما اروس هنقته او نحوه اما مد لمده به نقته اروس انا هيني فليجب وفي اللفظ فليجب عرسا كان او نحوه تسوى مساله عد اجابه اس واجب كو نقنيسانا وعد دي قان غاره هدي مركا لو ييرو عد او ييريسانا اي تهي عد ولي مد لهيد عد عصمد لهيد اي صوت البطه ويدو وايح مسألة اللي بعد حديث الشيخ يا وحي تهي هدوس من يهي فليصلي أنو صنع قنيدة مسألة كلا وحي كسب صنطهي ومسألة قدام بيسى وإن كان مفطرا فليطعم هدو أفرن يها عنو عسومة دي مركو أجيب أراعه إنو عنا واجب مي كتهي مسألة إجابة دم بكو واجبة أرو علم قاركود وحي كتغي إنو إمام النووي كمدي هاي إنو عنانا وواجب طيب فكر علماء كمدو سيدا كتغي إنو واجران حديث كالظاهر كي سنواقب صنيان وإن كان مفطرا فليطعم أرو علم قاركود نوحي إلهد إنو عنا واجب كما هي هدود دوننا وعنيا هدود دوننا معنا إجابة دا واجبة وحانا صار ري حديث مركة تلمام إيا تخيير كلا الدورنسين تلمامي أو حشيقية حدو مركا أفرنية هاي فإن شاء طعم وإن شاء ترك مسلم بانا صحيحة كسورية الرواية كسوغا مسلم حدو أفرنية هاي فإن كان مفطرا فإن شاء طعم وإن شاء ترك حدو دورنا وعنية حدو دورنا وكتقية ومعنية كأنو كلاقا يبقلو يمادو يبا لك الفرقين يا عنيتانك مركا حديث كاس التخيير بو شيقي النبي صلى الله عليه وسلم اللي بدي اسبر بردغي لكن شكي وحانو كتشرين وحو الديد يا إنو عنا هدين يتشرين إنو عنا إنا يتاهي السدفي عن تالي اسكما هيو إما واجب بي كتاهي مساكما أها بأرن كو كسابسين كو حلقا قادنا يا إنو واجب أهين إيه يتاهي السدفي عن إنو عنا دي عدي عسو مدلا هيد اي كحومان يسو ارنكا اي لبسان اي سنة وحاوي سيان عقد دي اقلين
سبب كبحصن أي مركا لازم مركا كنا قن كرتها تاسنا وقذب هدو السومية هاي كورن هدو السومية هاي مركا هري وحوش شيء جاي إنه السومية هاي سلي سجد دايو تانا وحقوس أروري حديث كمسلم صحيح حقوس سوري والشيء جاي إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم هدي متكين لوجي رعنتو السجى أو صومن فليقل إني صائم هاي له دوان صومن هاي رواه مسلم في صحيحه أنت هدي لجود دايو ولا جقتها فبها ونعمت وفي عنده هدي لجود دايو وايو ولا يهمي وين أظن الرعضة وأتشيب يا والراعية وين قبتي التقاء أو أتشيب يا أقبلا مركو قبتي التقاء أدي الصنك وفر لي هاي مر نبت بين مايو صين صو شكنا وحين نغنيس إنه الدعية أي نغنيس هدي الصنك أنو فر الأهين السنية هاي وحمرك أبنان إنه الصنك أتشبيه أو حوي أعنه ورتوين وش هجا هدي أرن كمرك وحين أي درب صنيان أو يجا مرك وكرة لي جرينا ينا وحوي وتشبين كرا الصنك صنك السنة ضاء جد قال كلا جد قالك واجب مايو سلا الصحيح جماهير علماء القبان حنفية يا مالكية وحي قبان إنه جد قالك هو واجب أيه والسنة استجوا بلا وقال بلا بي واجب كن غنيا يلزم بالشروع بيلي لكن قولك الصحيح وحي هي أو شافعية حنابلو يا علماء كرب ضم بقى كتجان إن أنا جد قالك هو واجبين وأنا سيد الشيخ يا حديثك الصائم المتطوع أمير نفسه فإن شاء صام وإن شاء أفطر صححه الألباني سيد حديثك إمام أحمد السوري يعني النسائي في الكبرى والشيخ يا كصوما الصوم كالسنة نما السومية السجى نفتي سأمير أه فإن شاء صام أي استمر صائما لو ما تشد الصوم بهذا بلا بيا حلقت الماما يا صون كيف كسي دائما يا يو كسي السجنان يا هدو دونان وأفره يا مركا هدو أفره أو لعنه أو يغن الساعة كرها لقليه وحقلل اللي لهذا مسارة وحدن بيانكم مدعين رها لقلين تاو رها لقلين ايانا انو أتشر كهلو أي مركا نقنس هدو احتسابه انو أتشر كهلي هدو آنو أفرين هدو صون كاس سنها سومية هاي أو صون كيس إسكوته وحو الصمين يا إنه أدعيه مكاسين صوش يا جنيف فلي يصلي أيال إسكو خرافي تفسير كده جمهور كعلماء وحي لهدين بدن كأهل العلم يقو فلي يصلي وحلوش إذا فلي يدعو هو أدعيه الصلاة دي اللغوية أهيد بيكو حنباري طائفة عن بدنين علماء كم دا الطيب يا كم ديهين وحي مرين إن لوغة شهدو الصلاة دي الشرعي هيد إن لوغة شهدو اللغة تلمام أيو إنو الله برق عدود السنة أتكدو ساسي كوحنبار هدان وحكري اللي هيلي لهينا سيدا قواعدو كإنسان يساو إن لفظيغا معناها الشرعي قال لغو هرمريو مرها دي لسان الشرعي وكويمي ونا أقبري كرو الشرعي اللغوي لبضبا واللفظيغا معناها الشرعي قال لغو حنبارو أي مقدم كأه معناها اللغويغا واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجري ولم يجب بحث عن المجاز في الذي انتخب ولم يجب بحث عن المجاز على الذي انتخب مركا لفظي فليصلي محال لغة هذا دبا قرينا ما لهيا معناها اللغوي أفا إذنس شيخ باليمي قول غريب وحول لبضا أرنوا كل من يايو labada raacadooda sunnadana waa tukanayaa oo guriga meel kamid ay ku tukanayaa inta halka marka lagu qadeeyay xaq uga bayro ay labada raacadooda tukanayaa waana duceynaya waxay uskadeen xadiiska ummu sulaym ummu sulaym nabiga waxay u keentay alayhi salatu wassalam yaani aana iyo shay kale oo adigu marka la cuno waxay u keentay cuntada dadna waxa uu Soomaalahay iska cilay nabiga halkan u baxay labada raacadooda tukanayaa وأنا أدعي
marka xadiiskaas ay culimada qaarkood ay cuskadeen oo waxay yidhaahdeen labada waa inuu kulmiyaa. Laakiin taa noocan ma in la yidhaahdo xadiiskan baa macnaha ku tusinaya nadar baa ku suganoo dee waa in lafdigii lagu wada xambaaro macnihii luqawiga ah iyo macnihii sharciga ah labadaba lagu wada xambaaro, taasna culimada badankoodu ma qabaan. Waaye culimada jumhuurku waxaa daliil u ah in markaa ducaa looga jeedo xadiiska cabdullaahi ibn mascuud. Cabdullaahi ibn mascuud nabiga wuxuu ka soo wariyey calayhi salaatu wasalaam, إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليدعو بالبركة. طبراني با كسوري كبير ك ابن السنة نوح كسوري في عمل اليوم والليلة. ابن حجر الهيثمي وحول رجاله الثقات. الباني وحول لي وهذا إسناد صحيح. حديث كلمة سرد وكو عادي وأنا سيدك لحديثك وأولمد. وإن كان صائما فليدعو بالبركة فليصلب وحكم بدلي فليدعو بالبركة. حديثك صحيح أبا الله يا شيخ كحم باري لبضع إلا كل من أيوه وعلي القاري وملا علي القاري. عملك الصحابة قاركود نصاص السميين سيدا أثرك عبد الله بن عمر حديثك مركز سوري وحوهان شريبا ليلي عبد الله بن عمر حدوه حوية مركز أفرين يهي عسومد واتق الشري وعن الشري. وإن كان صائما دعا لهم وبرك ثم انصرف. دو سومي هين وأود عين شري وبرك برك وأود عين شري. تبريق وحلوش إذا الدعاء بالبركة ثم انصرف هذا النوى لا من شري. رواه أبو عوانة في مستخرجه مستخرج صحيح مسلم أي أبو عوانة قصص صار. ولما واحد شرت الرواية انتن الرفعين يسو مرفوع كرد يسو كسو قن مستخرج كأبو عوانة. لكن رواية كلا كلا صار يسو انتو هر كرد يسو مرفوع انتن ضمن كرد يسو موقوف. نحو هذا وحلق الشيغي أبي بن كعب أي لق الشيغ خلاصة وحي تهي ما دام لهيو فليصلي بدل كذا وفليدعو بالبركة والسنة صحيحة لقوها يا النبي إن السيدة يلي عليه الصلاة والسلام وحلق قاضنا يا مرادك النبي نصاصها. أما فعل كالنبي صلى الله عليه وسلم إن النبي حقا أبا حي ولا برق عدوته كذي مركي دمنا وحوية دعادي ودعيي ومسلم يا مركا وحوية رير كذبا إهل كذبا وساء ودعيي وحي أخبري كرتا على سبيل اتفاق إن يتهي الصلاة دو. أما أرنك الزيادة أرنك أمري إن إتاي العبارة أصح يعني وحنا ووحو النبي أمري عليه الصلاة والسلام أو ولدتك صلاة سمية مركا الشيء أمري لبا أرنو كالدوان ما أهي وأرن قرى أرنك قرنا رواية كالبا عضيني ستو أمري إن إتاي دعاذا مركا تنكو صابصان وحوية الصلاة أرنك الزيادة أمركي إن إتاي بالوحن باريا. والله أعلم. بابك تضبي سدي تناد الدعاء لمن صنع إليك معروفا دعاء لو دعينا يعدي ونا كوصة ميسا دعاء لو قد دعينا يؤيك سابسي. حديثك بقول إيا سدي دي السقاشا روح وناك كوصة ميسا وحلقو عرنا يا جزاك الله خيرا إلهي أكو أبال مريو خيرا خير هكاك أبال مريو وحاديك شيء وناك الدعو حلو قد عينا يا إلهي خير أنك قابا المري. حانو حديثك الشيقي يا من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. حديثك اللفظي سوساسوها قفك وناق اللوق له وناق سنوع دونبها النغض وكي لهذاك وناق أسميي جزاك الله خيرا إلهي قابا المري خير فقد أبلغ في الثناء وكحل لراضي أمانت روحا أماناي أمانت أماناي وكحل لراضي. حديث كان وحا سوري الترمذي ينسائي في الكبرى ومن حديث أسامة بن زيد شيخ البانين والصحيحين يعني. حديث كان وافق صنين واترتا سيدة حديث كان الشيخ يا النبي عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه
فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. النبي يعني عليه الصلاة والسلام كي وناق إذين قلة وحوناق إذين سمية وأبا القدى. فإن لم تجدوا ما تكافئونه هدوا إذا وحوا أبا القدان فادعوا له أدعية. حديث كاسنا وصابت ويسون وسوقيه مركا روحي وانا كو قلا ان هذو ابال قدو ايا مركا مشروعه وحين كمتا شكر النقل لو شكر النقيه كمتا قفكن اجر بوكو هليا كان كرنا وناقي وناقي سو قليا وناقي وناقي وناق لمده ايو قليا. وات النبي يقول عليه الصلاه والسلام من لا يشكر الناس لا يشكر الله. كان دتك اشكر النقيني او وناقي ايو قلان انكا شكر النقيني إلهي إنه ما شكر نقا وعجيب. وحديث عاد أو نبي التلمامة عليه الصلاة والسلام وناقي أيدتك وقران هدوك شكر نقي وآيو إلهي إنه ما شكر نقا مركا دعادي إلا بديانا وأكس قنطها يعني دتك آذي سكو دعيان مركا حتى لك لما قيني هاي دعاء اللي سكو دعي آذ بي أفضل بضنت ويقفك وإحسان والصمين آيو ووناقي وقلا آيو ووناقي وناقي وكعرين آيو. حديثك صحيح وحكو سارورتي هدو ولالكي سو كم قن ادعيه ملك باوحو الى ذا امين الهي واقبل ادعى ذا اجيب استغنى وحلو له ولك بمثلين ادنى انت ان لاقبض لهذا ساساود وحلق السورية بعض السلف لقى الشيقا حياله وناقيدا يدونيا ولا لذا المسلمين تكم قن بيقود عين شرين بابك سديد يا سديتا ما يعصم الله به من الدجال وحو الى هاي كل دورة أيه أو ضدك كجا إلى علينا أيه أما الروح كجا إلى علينا أيه به سبب تيس أو كجا دورة أيه من الدجال شرك الدجال وكجا دورة أيه دجال عور الشركيس دجال وحوي وحكم دي علامات كالصاعدة إنه إيمان دونا علامات كقيامة ذو كم دي شرك سنووي بالحديث كان قاله حديث كبقول يسقال يسقاشن من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف من حفظ كي قيبة 10 آيات طبن آيدود قيبة طبن كآيدود من أول سورة الكهف سورة الكهف أول كذا كمذا يعني بلوغ سورة كمذا عصم من الدجال حلق دورا دجال الشركي سالق دورا. حديث كان مسلم بسوري في صحيحه وأنا من حديث أبي الدرداء أبي الدرداء بكسورين يا صحابي قال لورنشري دجال الدجال وحده وكذبك يا بنت أيا ليلة ركوا حلقات الماما يا ميد مركب بين واس أمورها يا حقائق ذا أذو بدلية أو ضدك وحن حقيقة هاين حقيقة وقصورية وحن رون هاين رون وقديقية مركا وكم دي هاي علامات كقيامة وين بكم ديها إن دجال صبح علامات كقيامة وبذيهن وحيلين علامات يرير وحيلين علامات وين علماء قاركود الوضع سيقيبين بعضنا وحي كدران أي لهدان علامات لحد حاذن ولي علامات كقيامة وبذيهن علامات يرير قيامة كالصهرية اللي أقول سنة إن قيامة السود وذهي وحبضن وكم ذويدعين وحبضن أو كم مذي وادعين وحنا وادمين علامات كوا وين قيام ذو لذا هي وطبعا علامات طبعا كا علامات ذو وين يقوى باقي ومدعين لكن علامات كا كسوكية طبعا كاس أي إن بضن أو كم ذي الدعذي وحنا اللابين طبعا كا علامات ذو وين وحكم ذا دجال عور إنه يمادون طبعا كعلامات وحسر الدين هي الشيء هي حديث كمسلم صحيح كسوري انه جمع الصحابه كم الى النبي صلى الله عليه وسلم صوم مري انه يلمحا شيخ شيخيسين وحسيسين وحيث ان كنا نتذاكر الساعه قيام ذا حسيني قال انها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 ايات فذكر الدخان والدجال والدابه قيامة كعما يسو إلى طبن هرتيد أركتان طبن كيبا النبي صلى الله عليه وسلم الشاق إلا هرتيد طبن على ما أركتان كعما يس طبن كيبو الشاق وحو الشاق الدخان قيق
صوب حي ومركا وحوي أرلضة أما الصمد قرنية فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين قيق صمد قرنية عامة وحو الشيقي الدجال وحو الشيقي الدابد نولي أفر أدينك الصعونية وصوب حي وهضلية أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون كلام فصيح يكون هذا ليس روح كعرر كما بحصنايو روح إريني أنا مقارايو بس إذا حديث زي أثارتك وصاروت والدابة ده هذا ليس وحكم إذا قل رحضي أنك الصوب حضق البيت أي كم إذا وحكم إذا نزول عيسى بن مريم إن عيسى بن مريم سودي وحكم إذا نزول عيسى بن مريم إن عيسى بن مريم سودقه كذبنا الدجال دلو وإنه لعلم للساعة وحكم إذا يأجوج يمأجوج إنه صبحان والله أمضاد وفربضن وتتكو حرنيه أمضاها سنود لغا سوق هذا لسود تتكان وحلقو حري وقته ذو القرنين بالوحرة قربة وحي لهذان وحوية و شينهوي أما وشينها يروشك علماء المعاصرين تاشيخ كم إذا أيا وتشي عن مراي الرسالة كقرين عبد الرحمن بن ناصر السعدي أما السعدي لكن سيدا مركع علماء بدن كودو أي مران وحي تهي إن نكو أصهين وأي أحاديث وحي الشيء جيسا مركع السود يو أجوج يم أجوج يقف ربضن إن مركع صوب حيان كذبنا بحيرة الطبرية إن الصوم ريان أنت ظهور إن فوق سنة الصوم وبضير الطبرية اللي يلهدو سيد الحديث كمسلم صحيح كسور يشيق أيو أنت ظهور بيها بضير فوق سنة قيب تود ضم مركب مريان حيوان هل كان بيها كتشري كتشري يا وقت جاي لسود دين يانا إن يتاي وقت جاي عيسى بن مريم تشوجو أيو النبي الشيق عليه الصلاة والسلام مركز أساس أوديد كو اسمه بعض ما وحي لذان الدنيا ده والله مري دول خوال أركي وما تفر بذني ما لي كح رنت هاي لمهرين لكن تسح الجمة وأيو عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود إن أنا يجو أجان وهرين ده كان هدا شوجا ما كان صنع السئن نشرين رب قادر حكوية هاي يقول شراء إنه هذا نكائن الصابو ويجي يقول كيدقيه إنتون أيني هيلين ساسان الروحان باريا ربنا إسرائيل با أفرت السنة وحيكو شرين تيه عيسى وري قال السنين مصافي ركوبا كاس يصعدا أيني قرنين تذكر ميلها دود تذكر كل دو ميلها كل دو دقني دم أركين إلى ويرشاد الله ينهض أركيان وكو هذا عالم كشيء جيد إني مركب حوي حيارة إني أوجين مركب مرب أصوب حيا مرب وحي الشيء جيان دول إني أوجين إني دهر أيان مركب أساس أوديد يعني جارضة الدنيا ذا مركب كسر وركتي ومل والبجادي أو هدي شران ويهل لهاين دليل ما وركب النبي وينوش عليه الصلاة والسلام ونسيس الله رميا الاعتقادية ونسيس الله رميا الاعتقادية وحكم إذا علاماتك صدح للقاء دعية خصهم بالمشرق وخصهم بالمغرب وخصهم بجزيرة العرب من البري وقوع إسابي النبي يقول النبي يقول عليه الصلاة والسلام من البري أهي وقوع إسا من القلبين وقوع إسا من جزيرة العرب كم إذن وقوع إسا وصدح للقاء علاماتك قيامتكم دي تا وحا اوو دنبيه علاماتك دبك سوبخاي عدن وعدن تيمن وددك او دوبيا او كحينيا حق محشرك يا ميشا لو سو حشرنيا عن ارض الشام بو دوبيا واخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس الى محشرهم تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا لما حل بعد دبكة سكشوجية أنت دمبي دبده كأولياء وككحينيا وقت يهبين كيا سحنيان وكشوجية
waqtiga qayluuladee gadiidkii ay yaro nasanayaanna markaana waa ka joogayaa inta kale dabadu kaga jira markuu ku soo dhawaado dee horey uga soconaya ila qofna dab u joogi maayo marka tobanka calaamadoodee waaweyni waa baaqi waa harsan yihiin dajaal marka calaamaadkaasuu ka mid yahay waana shar badan yahay nabiguna sala allahu aleyh wasalam wuxuu sheegay in ciddii maqasho ay ka fogaato maaha dajaal marka waxa weeye in laysaga taga maaha dadka marka waxa guud ahaan waxaa layidhi ka fogaada ruuxa dajaal maqlaaha ka dheeraado waayo dadka qaarkood iyagoo muumin isu qabaa ayay dajaal la kulmayaan dabeedna waaba raacayaanba sida xadiidkii abu daawuud iyo imaam axmed iyo soo wariyeen uu sheegayo waxyaalaha fitnada dajaal haddaba ruuxa ka dhowraya maxaa ka mid a waxaa ka mid a awalka suuratu lbaqara tobanka aayadood ee ugu horeeya in la xafido suuratu kahfi aan ujeeda cafwan tobanka aayadood ee suuratu lkahfi ugu horeeya in la qaybo oo la xafido haddii la arkana lagu akhriyo marka tobanka aayadood ee ugu horeeya suuratu lkahfi waa in la qayba oo la xafidaa ruuxa xafida ilaahay wuxuu ka dhowraa fitnada dajaal buu ka ilaaliyaa man xafida cashra aayaatin min awali suurati lkahfi cusima min addajaal riwaayo kaloo xadiisku leeyahay waxaa ku soo aroortay cashra aayaatin min aakhiri lkahfi riwaayadaa kalena muslim baa saxiixa ku soo wariyay hoostaanu sheekhu ku tilmaamay labada riwaayo muslim bay ku jiraan bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen suuraddan suuratu lkahfi waxay ka mid tahay waxyaalaha fadaaisha ay leedahay bay ka mid tahay in fitnada dajaal lagu dhowrayo oo cidda akhrida laga ilaalinayo ama qaybta awalkeeda ha qaybo ama aakhirkeeda ha qaybe marka labada mid walba saasay ku yidhaahdeen bacdu ahli cilmi asheekhu lalbani isagu wuxuu maray asheekhu lalbani waxa uu maray riwaayada min aakhiri lkahfi sheegaysaa inay tahay shaadda iyadoo muslim ku sugan inay shaadda tahay bimacnaa waxa saabit oo sugan oo maxfuud ah min awali suurati lkahfi ayaa maxfuud ah laakiin riwaayada sheegaysa min aakhiri lkahfi waa shaaddo iyadu markaa waxa weeye ma sugna oo labada riwaayaba muslim bay ku sugan yihiine see loo odhanayaa mid baa shaadda ah jawaabteedu waxay tahay iyadoo labaduba ay muslim ku sugan yihiin ayaa waxaa dhici karta alfaadda qaarkood in shuduud ku sugan yahay oo saxiixyada waxa ku yimi fi ljumla saxiix ahaadaan duuduub ahaan iyagoo saxiix ah ayaa haddana waxa dhacaysa alfaadda qaarkood baa waxaa dhici karta in markaa waxa weeye uu ku sugan yahay shuduud oo ruwaaddu si u badan yihiin ruwaaddu inay si u badan yihiin ruwaaddii siqaadaha ee lagu kalsoonaa hadday gees u bataan oo intay iskhilaafaan qayb baa badankoodii baa gees maray midna gees buu maray khilaafna waa ku sugan yahay xadiis keliyay wada warinayaan danniga qaalibkaa waxaa lagu garanayaa sida kooxdu ay martay inay tahay sidii saxnayd iminka war keliya haddii cid loo wada sheego oo warkii qaarba si u weriyaan badankii siba isku waafaqeen qaybna si kalay martay danniga qaalibkii waa sida badanku isku waafaqeen mar haddii lagu kalsoon yahay dhammaantoodba inay tahay sidii sawaabka ahayd ee saxnayd baa laga qaadanaya marka sheekh albani wuxuu yihi min aakhiri lkahfi riwaayada sheegaysa waa shaaddo raawiga soo wariyeyna marna saasuu u sheegay marna si kale u sheegay marka sidan ayaa marka sawaab ah weliba xadiis kale oo kan waafaqayaana waa jiraa oo aan la saxaabi ahayn xadiiska aynu sheegayno ee tobanka aayadoodu sheegaya aakhirkii awalka labada riwaayo kala duwan ay sheegayaan dhammaan waxaa laga soo wariyay isku saxaabi keliya waxaanu ku wada aroorayaa Qataada weliba waxaa jira lafdi kalena waxaaba usoo naqliyey man xafida salaasa aayaatin ruuxa qaybo saddex aayadood marka mar min aakhiri lkahfi marna salaasa aayaatin
نوعاً ما الفاضي إني كلا دوينتو مربا أسوء الشيغي باكا مغطا مركا شيخ الباني وحولية سيدا مركا وحوية الصواب كحديث كويه محفوظ كأهي ومن حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف من آخر كا وشاد من آخر الكهف وشاد ولما حديث كروا وافقي أنا واتشرا والنواس ابن السمعان لقصه ورينيو والشيغي إنو نبي والشيخ يقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن أدركه منكم كوكستو الدجال سوغارو إذن كإذن كم مدو صوحة ليلة فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف هكو أخريو أول كسورة الكهف هكو أخريو فإنها جواركم من فتنتي ويوطأ إذن كإلى علينا يستفتن ديس يا فإذن كإلى علينا حديثك انت هوري فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف وحسوري مسلم بصحيح كسوري مسلم بصحيح كسوري من حديث النواس بن السمعان زيادة فإنها جواركم من فتنتي أبو داود باكدري ويدو زيادة سيكترتو أي سوري أبو داود سورة سورة الكهف وسورة فضل بضن فضائل بان أسوار ورطي أنا كم إذا إلا أخريو مارنتا جمعة إلا أخريو أنا فضلي أكو صار وري روح مارنتا جمعة أخريو إلى جمعة كلا لقى قارئيو نور يفتيم بيقول نغطا ولبزيادة كرو رواية كقاركو كرلين يعني واجرته والاستعاذة بالله من فتنتي عقب التشهد الأخير من كل الصلاة يما قنقلك إله إلا ما قنقلو وفتنة الدجال لقى مغنقلو أي كم يتوحيرا فتنة الروح كالدورية عقب التشهد الأخير التحيات كالدنب دبدي إسا إن إلهي لما مغنقلو فتنة الدجال لقى مغنقلو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال من كل الصلاة صلاة كستاء آخر كيده التحيات ككذب انت على السلام النقصا وان الله الا قم قنقلا فتنه الدجال لبا حديثه كلا دوان باسا كسو اروري وعائشه يا ابو هريره ايسو كلا وريين لبدوبنا صحيح اي كسوين دجال وكل انا ما هي وحي كوبسنيسا او كره فتنه كسته ان الله الا قم قنقلا يا عذاب القبر يا عذاب النار كان ان الله الا قم قنقلا يا عذاب القبر يا عذاب النار كنا إن إلهي لقى ما ذنقل يو لو يديسن يو إن إلهي كابد باديو أفرطبا إن إلهي لقى ما ذنقل مركا حيكم يتوحيا لها سببا هي فتنة الدجال إن إلهي كردوره ما دام إلهي آد وقبري إن إلهي كردوره آد وقبري بابك السقال يا سديتا الدعاء لمن قال إني أحبك في الله دعاء اللو الدعاين أيكي إله ذا وأنكو تشعلهاي وإلهي درتي بأنكو تشعلهاي في ذو السابية صابني ما لقت المميا لأجل الله بأنكو تشعلهاي عدى صدات الهذا إن لو دعيه حديث كالله وبقل روح أمرك أقول إلى هذا إلهي درتي بأنكو تشعلهاي وحد قد دعيني سا أحبك الذي أحببتني لأجله سيدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرك الروح كقولي لهذا إلهي درتي بانكوتش على هاي واللود عيني حن اللود عيني أحبك الذي أحببتني لأجله وفي اللفظ أحبك الله الذي أحببتني لأجله هكوتش على هذا كي أذأوذي إيتش على تي هكوتش على هذا أما أحبك الله إلهي هكوتش على هذا الذي كاسو أحببتني لأجله إسقى أودي أذيك على طي هكوش على هذا بدعو حديث كان واحد سوري أبو داود وغيره أي سوري أبو داود يا إمام أحمد يبا سوري الحديث أنس نووي وصحيحنا يا البانين وتحسيرنا يا رواية كرنا والي هي أبو خاري أدب المفرد كو سورينا يا رواية ذاكرة الباني وصحيحنا يا لكن رواية سند كذا وتحسيرنا يا النبي عليه الصلاة والسلام يدو نلتشوغو أيا مركا نصوم مريد نوحو لنكا واتشعلها أي النبي يقول عليه الصلاة والسلام
نكا واجعلا مركز النبي يقول عليه الصلاة والسلام أعلمته ما أغيسي سينة عشاء وحل مايا مركز سوري لأرض أشيغ أغيسي وحل أرض أشيغ أغيسي نكيبا مركز أتغي دونو أغيسي أغيسي إنه إلهي درتي أتغي هاي مركز أغيسي شوابي أحبك الذي أحببتني لأجله يعني هاكو تشعل هذا كي أودي إتشعلاتي هاكو تشعل هذا مركز الله الشيغانا إنه السيدان كود دعيه أي مركز سنة أه روحا مركز إلهي درتي أتشعل لما لو أنا أكسن بكمل السنية إنه إلهي دتك أسطري وحمانتو ذكر قريي لفتي ذو حيطها النعمة إلهي أتورنا أيو قحطاني مركو إلهي وناقيد وقري الشيغ أيو ورنيا ونشرت محاسن وناقيد إله إيفا في السي مركز صادتكم مركز ولا راه النقدين وذا الشعلاتين والله لو علم قبيح السريرة لأبى السلام علي من يلقاني إلهي بان كل دارتي حمان تيد هو سي قرصون هدي أغان لهاي صلانتو السلام يوديد لها كي لكل ما مركز النعمين تهذا وحكم ذا إن المساوي ذي ذي حمانها يجينا قرصي ونقيال لإفا في الصي إلى دتك وذا الشعلاتين ولا رأي وذا النقدين بابك صقا شناد الدعاء لمن عرض عليك ماله دعاء لو دعينا أيوك مال كيسا كوسا بندقا وكويل هذا مال كيسا قيب كم إذا كسينا حديث كان لابا بقول يكو حديث كان وحكوصا بصنا قصة أيو لها حديث النبي ما هو أثر يعني مركز الصحابة دحدودة انتي سهرة وأثر الصحابة دحدودة مركز دحمري دعاء دني انتني لكن آخر كالدنباء يا وحن غنى يا حديث النبي قصاص وحي شيغيسا عبد الرحمن بن عوف صحابي قال لي لهذا يا سعد بن الربيع الأنصاري أي النبي عليه الصلاة والسلام ولا لي صحابة المهاجرين تاهيدي سهجرودي يدلكودي يقريهودي يحولهودي كسهجرودي مدينة مركي مادين نبي عليه الصلاة والسلام يعني وحو ولا ليي سيد غارب كأه يعني شخصي مهاجر أه يا شخصي أنصار أه أو اللي بدي الناس ولا لاتي نوعا ما دائنا يمركا كلي إسكاشدان إسشعلادان ولقعان قبتنا وقتشيدي عبد الرحمن بن عوف يا سعد بن الربيع مركي لو ولا ليي سعد بن الربيع يا وحكو عبد الرحمن بن عوف ولال حولان لا يا هاي حولها هو كربرة يا أدو كردورة كدون تقاضو نص ونص ما كده يعني نص هان قاضو حلا ود مران قبا إيجو تدون تو تدادو كدورة تام كفر يا جورس مرك عدد بحضه يعني وحوية وصدا يعني أي سوتش على ذين أي دونيين مركا إنا يحوي وقع عن قبطان مهاجرين عبد الرحمن بن عوف حكول بارك الله لك في أهلك ومالك إلهي أكو بركة يأهل كاقا يحولها قبا يعني دو مركا قنا هايسو حبها يفورين حولها قنا هايسو وحبها يسين ولي وقود دعي أوحول إلهي اللبضة بحكو بركة حق حولها أي حق أهل كبا وحول السوق يتو السوق ماشي وحلو كلا يبسد يتوس ونين التجارة له سوق يبطصي مركب وحي ربي لابي عينكا مركب حوغا ابو هلاي ريركي سبو حكاني مدير دبديد وابقور سديبا نكيو حالة ديسي دبديد انت عبد الرحمن بن عوفو واتشي سي هراء انا هين اللي الروح عروسي واسخمو قنيا ودقول نكا سوكا كميو أيو النبي أركع عليه الصلاة والسلام مركز سوح لمهيم حجرة مركز سوح لقرسدي جورد من قرسدي مركز سوح النبي وسيس سؤالي عليه الصلاة والسلام محاد مهر محاد كم مهر يسوى مهرهان وسيس إلى آخر الحديث مركز قدر كان هوري والصحابي هذا الكيسي لكن انت الضنباء وحين غنيسا حديث النبي بين غنيسة عليه الصلاة والسلام
عشاق يا مركا إنه كم هريج يعني الذهب عقول مصمي الصي عسومات مصمي أولم ولو بشاتم عسومات صمي كل يكوت هاي واحد مركا عسومات دكوت صمي نسأين نقطة نافع عليها مركا حديث كان قصة نوع عصرها حديث كواحد سوري بخاري بس صحيح سكوت سوري من حديث أنس باب كوبي السجاشنات الدعاء والدعاء اللي الدعائين يلي من أقرض كي مركا كسيي دينت كسيي بعد الدعائين يسا عند القضاء مركا دينت السين يسا أجد يسا أي الدعاء الراعين يسا إلا ونك بكو فري شخصي دينت السيي بوحو الدعائين يكي دينت السيي قرتو الدعائين يا الدعاء دني كسا أرورتين ومركو دينت إسكبحين أيو أيو دي أيو حوله سي يدعى سقطريا حديث كلام بقول يلا با نبي عليه الصلاة والسلام نبي حققات الدين دين فربضن به مركي دنبا النبي صلى الله عليه وسلم حوله بوهلي مركا صادر الدين تيبو نكي سيي مركو السين يوحو دعي بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء دينتي بالنبي بحيي ونكي أعلي حانو قد دعي بارك الله لك إلهي أكو بركي في أهلك إهل كاغا يرير كاغا ومالك إيمال كاغا إلهي أكو بركي إنما جزاء السلف دينت أبا القدك يدوح أهذا قرى الحمد ما هذا النق روح إلا أمانه ولقو أمانه دينت أسيي يوال أداء قدس حوله سلوك قدو يعني لسيو الدين دينت لا يسكبحيو يعني حوري سلوك قدو ودينت لا يسكبحيو أي أبال كيدو أحد حديث كواحد سوري النسائي ابن ماجه أي سوري من حديث عبد الله ابن أبي ربيعة أي مركا حديث كيسويه البانا وصحيحنا يا حليه وحديث صحيحة حديث صحيحة ويان نسائي عمل اليوم والليل نوخ سوري وايه وحلقة قاضنا يا روح الدين تكسيي إحسانك أخوك قلي إن لقيت شواب عليه وواجب كيسي حولها أمركا وحق أولها اللعش وأن مركا وحول الوصمينين ميرميرين صور روح كاري كاري الدين تي آنو إسكهيسا الدين تي وإنو هرئ إسكا قدا هذا لكن تهاي الدين واختيسا مضي لنقل ما يسو وقتي مركي هراء إلى هايدين وكبحيا وإلى وقتي أدبلغا إنو سكهر مريا وأفضل لكن هدي أهيد دينتو دي مركا إنو هراء وكينا هدي أهيد وإلى هذا مركا وقوه الرئيسان كوكينيا أما وإلى هذا الصي وكين مركا وحوية وإنو مركا ددتشيا هدو ويديو إساقو حيي بحين واينا يدو مطلق الدنبغة وين أها إساقو حيي هدو مركا إنت اللو ويديو دينو بحين وايو يدو حي نغانيسا مطلب نغانيسا ظلم نغانيس مطلو الغني ظلم سيدا حديثك كسار ارتي مير مير انت روحي الدين تلغو لها كي دين تكو لها أمير ميريو دين تيسين وايا ونوع ظلم أه مركا دينتي مركو سينا ايو وادو عين ايا مرلبات كان وحو النبي كدري انما جزاء السلف الحمد والأداء هلك أداء بدل كذا رواية كلا وحكو صارورتي والوفاء وايه وفين وفاء اي أداء نوا بمعنى روح الدينتي بحين ايا إحسان بو السمين ايا مركا دينتي او بحين ايو وحو يالان ايا كأنه حولها دين توبحيي أدو إلهي درتي دين توبحيي كأنه حولها دين توبحيي نسكيد وصدق ذي استوكره بحديث قصاررت بمعنى هدو كن دولار وكره مركا ودين أوبحيه أو عيد ديميه لأجل الله وحكر ديغان يهي نسكيد إنو صدق ذي استي شن بقول الدولار إنو صدق ذي استوكره كديغان شن بقول الدولار إنو صدق ذي استوكره يو كديغان مركا نسبة إلا الصدقة ضيستي أي لمت لبقور هدي إنتا دين لو بحيانا يضر لما يسترع إلا بحيي ولا الصدقة ضيستو كلا كالي
باب كالبية سقاشا دعاء الخوف من الشرك بقشدا قال لماذا أما الشرك قال لقب بقيه دعاء إلهي لقى دعاء إلهي لبريه حلوش إذا ودعاء للخوف من الشرك إضافة وبمعنى اللام دعاء أصب ناتي بقشو لقب بقايا الشرك قف بينه قال لما كل دعاء من نوع الشرك يا كل دعاء أصب ناتي كل دعاء السنة يا محين نغنيس حديث قال لبقى لي صدح وحورنا يا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أي النبي وحكم قال عليه الصلاة والسلام يسوي النبي قرنا يا الشرك يقول لحدينا وكو قرسوني بذن يهي وحكا قرسوني بذن يهي قران شضير هبين كم ذو صلح كركيسا لقح صلح كركيسا مري سوك عليه سانو قفكو أركين هبين مذو قده ايو قصر دو منيس سان سوك عليه ايو مركا وقرسوني بذن يهي الشرك لحدينا ويدن قصر دو منيس مركز أبو بكر وحولي يا رسول الله الشرك ميان وأهين إن الله عيدان أهين دل العابد هذا المعنى سعين كاية وحكرو يولي هدو مركز سلا وقرسون يا هيسان وقبت بادينا تيدنا وحولي الدعاء ذنك دعيسو اللهم إله يو إني أعوذ بك أذيق أنكم مغان قري وحان كان مغان قلي أن أشرك بك إن أنكو شريكي لو وحكولو ذاتي وأنا أعلم والحال أنا أعلم أن أغهي أن أغرن إن وحكولو ذاتي أيان إله كان مغان قلي وأستغفرك وحان كادم بداف ويدي سنيا لما لا أعلم وحي أن أغين إغال الآن إغدعنا أذان دم بداف كاويدي سنيا حديثك وحسوري إمام أحمد يا بخاري في الأدب المفرد من حديث معقل ابن يسار شيخ البانو والصحيح هنا كالدعاء إن الجدع يستأنى في عنتا لقى قاضنا يا شرك الأصغر كنا يدعي كرت الروح إن أصر لونته شرك النوع يسير وحكم إذا استسن ماذا كم إذا يا أشياء كلا أدي طيارتها أدي استسن ماتها أدي حلف بغير الله تهاي أدي أشياء لم يدت مركا إلهي إلا بريو والله قم مغان قالو شركيغا إن لغو دعو يدو لقرنايو بحي قر الشواء ودعانا إلهي إنو كردافو إن إلهي لغا بريو بحديث قوت السنين مركا بريو دا إلهي إلا بديا لغا قادنا شركيغون أصغر بها أهادي ودنبي كبائر وين دنبي وين وين من كبائر الذنوب دنبي يدو كوة دوا وين بكم ديه وليبا استسنمادو آد بيقفك أسوء قري كرتا ضدك الصالحين تا سيقارة والو قبقي كرا استسنمادا أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر سيدا حديث كاركو صارورتين النبي قول عليه الصلاة والسلام وحان إذن كبقا هايو وحان إذن كبقا شبضنا هاي الشرك الأصغر كا حلقول الشرك الأصغر كوا محاي قال الرياء وحلوى استسنمادا مركا خطاب كان يكون دعي أخوف ما أخاف عليكم دخول أولي وحسوق لي صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم يو أفضل أمة أمضى وفضل بضن أمضى كانوا سوق ليس لكن وحي سوق ليس على سبيل الطبع لكن عند أقوه الرئيسة أي سوق لي وصحابة أما الصحابة قيب كم ساساود العلماء قالوا وحي كقاتين صالحين توحى الله قبقه إن لو قعب سب ذي هاي الشرك الأصغر فأرهن قلبي وقصة بصني إني إذا أي ماذي سرف كإمام كم إذا أي وحوي لو حان أفلا أي حديث كإن أباهن يهي النيو ني إلهي درتي روح إنو لي ماد هل ني إن أباهن كدب حانو قادة إنو النيو ين كالدوان أباهن يهي حديث بعد بلابا يسا شيق استيسا أدقو ني إلهي درتي كل شيء قاية لحظة مركز مريسا نفتي كاب حسنيس يا نفتي باب حسنيس كأن لصوت دبالو مروا البنية دلقو قبط إخلاصك
oo dheefta naftay soo gelaysa aad looga ilaaliyo baa muhiim ah. Imaamka ra'aymadii sarfka kamida waxa laga sheegay inuu yiri laysa shay'un ashadda cala nafsi min anniyya, nafta wax kaga adag niyada ma jirto, ikhlaas inay la timaado wax kaga adagi ma jirto. Liannahu laysa laha xadun fii ama fiiha, yacni ikhlaaska wax dheefa kuma leh. Naftu waxay doonaysaa magac magac, waxay doonaysaa sarreyn, waxay doonaysaa ammaan, yaa waxyaalahaasay dheefa ku leedahay. Ikhlaaskii wax dheefa kuma leh. Marka niyada in aada loogu dadaala laga qaadanayo. Sheekha la odhan jiray Ibn Abi Jamra waa ki yidhi waxaan jeclaan lahaa fuqahada inay ka mid yihiin ciddadka niyadun kala hadashaa, aan shacni kalaba ahayn, bas niyada iyo niyada inay u saxaan, bas inay kala hadlaan. Fuqahada qayb noocaas inay jiri lahaayeen baan jeclaan lahaa. Waxay ku tusinaysaa sida wax weeye shacniga niyada uu yahay. Xadiiska niyada ku saabsan innama alacmaalu binniyaat waata Imaam Albukhaari uu yidhi 70 baab oo fiqhi uu soo geliya, yadkhulu fii 70 baaban min alfiqhi. Waxay qaar u qaateen culammada ka midii in lilmubaalaga 70-ka uu yidhi. Sheekha Suyuuti la yidhaaha kitaabkiisa Al-Ashbaah wal-Nadaa'ir waxa uu tiriyeyba 70-kii baab. Markaasuu yidhi yacni mubaalaga loogama jeedee 70-ka baaba waa jiraan, wakan iyo kan iyo kan iyo kan ilaa uu 70-ka gaarsiiyey, waaba dhici karta inay 70-ka ka badato. Baabka 39-aad adducaau liman qaala baaraka allahu fiik, ducada loo ducaynaayo kii ku yidhaahda ilaahay ha ku barakeeyo, ducada loogu ducaynayo. Erayga baaraka saddex xaraf oo kala duwan bay ku gudubtaa, marna mutacaddi weeyo toos bay mafcuulka marna u qaadataa. Baaraka allahu laka waa soo marna, baaraka allahu fiikana waa joognaa, iyadoo fii lagu gudbinaayo iyo iyadoo laam lagu gudbinaayo. Baaraka allahu calayk iyadoo calaa lagu gudbinaayo waa jirtaa, iyadoo toos mafcuulka loo gaarsiinayo. Baaraka kallah waa la odhan karaa carabi ahaan baan ka hadlaya, waayo mutacaddi inay tahayna waa jirtaa. Ambuurika man fi naar mugayaru siiqa loo bineeyey, marka mutacaddina waa leeda. Marka hadda waxaynu joognaa iyadoo fiidi lagu gudbinayo. Wuxuu soo arooriyey 204 xadiis nebi ma aha waa asar caaisha, hadal ay tiri caaisha radiyallahu canha wa ardaaha waxay ahayd deeqsiyad bay ahayd, way samafal badnayd, wax bixinteeda iyo deeqdeedu aad iyo aad bay badnaayeen, xoolo fara badan inay bixisaa xataa waxu kuma ahayn. Nin taabiciya u yimi mar, markaasuu ku yidhi caaisha ay xoogaa dhibaataysanahay, waxaan doonayaa inaad icaawiso. Waxay tiri wax alla waxaan hayaa ma jiro, 10,000 haddaan hayn lahaayo dirham 40 ka saarla. Markuu ka tegay dabadeed ayaa 10,000 ay sheegtaa loo keenay, waa u yeedho 10,000 40 ka saarta, shilin kalama harin, hal dirham kalama harin. Waa tamar uu ku yidhi inankii ay habaryarka u ahayd Cabdullaahi ibn Zubayr, markuu arkay deeqda faraha badan la ay bixinayso yarina waxba kaydsanay, ayuu yidhi waa in la xajriyaa tasarufka laga xidhaa, way ka xanaaqday. Dadna waxay tii dib ula hadli maayo, waaba ka dhaaratay hadalkiisaba. Markii dambe adigu markaa kooxba soo wasataystay markuu si kale waayey, markaasay markaa u keeneen, way yimaadeen iyagoo jamac, markaasay ku yidhaha ma soo gala, markaasay tiri haa, markaasay dhammaantayo, markaasay tiri haa. Soo isaga baa la socda, umaba idantayn haddii ogaan lahayd inuu la socdo Cabdullaahi ibn Zubayr. Markay waxa weeyaan soo galeen, ayuu dow isagu habaryartiiyey intuu ku booday
يعني مركز مركب حن يعني قبس ضيء أو مركب حن كذا أو يعني حوية بريء أو قلادين كم سلحين قلادين وكم سلحين مركات بيود يقبضني وح مركب بيحصى أما يصير هذا عدة وح أوجية وح يورنش تي مركب أولي بتان وح يلهذا يدريست هذا الكي كد عيان إيش سودريست هذا الكي مركب السودريست أي لوك يعني كم كسرن تساسي لهذي مركز سيدنا مركز وحي ادعى عين شرتي دعاء دعاء لم بدأ يدعى عين شرتي بارك الله فيها مركز إلى هذان إلى هاي بركة وفيك بارك الله أذن إلى هاي أكو بركة وحي ورن شرتي لبذا الدعاء يعني مركز يسود إلى الترمان أشر كونها نوب باقي النقض الدعاء دي دعاء دي اللي جت شوابه أشر كنا وصوها ريا أو حنقنا يا مركز ميد باقية أي نوعنا مركا وحيران شرتي وفيك بارك الله بارك الله فيك مركا لا إله دو سيدي السلام توكلاتي دم بيسيل الصهر مرنا يا يعني. وفيك بارك الله أذيق أنا إلهي أكو بركي السلام عليكم مركا لها وعليكم السلام وعليكم انت للصهر مريا السلام تسول لبدا بيسين شلي وصيدي وكلا بارك الله فيك وفيك بارك الله حديثك وحسوري ابن السني في عمل اليوم والليلة أما بعبارة أخرى نسائي في عمل اليوم والليلة وهي النسائي بمخصوة دورتي وحكروا سوري النسائي في الكبرى وحسوري بخاري في الأدب المفرد طبراني في الكبير طبراني وحكو سوري المعجم الكبير البانو الصحيحي أصر لبعض وحشيغي إنه عبد الله بن عباس ويري هدوف فرعون يقرن لها بارك الله فيك وحنقول شوابي لها وفيك بخاري بكو سوري أدب المفرد شيخ الباني وقويني أنا وحلقت المامية أنت روحك ويلا ذي أنت كتلة هذا إنه يفي عنته فرعون أنا كورن والله قرن يا فرعون وابد أنت لكن وحلقت المامية وقت شي ذا يعني عد كستا وحي قتلة هذا وانكو علنية لكن ما داما قال كي دا يدعي كرتو إنه مركا هدود دونا وحقلوعي وفي كلية أيال ويلي هديه مركب وحوي وهبار شجنا ذكيب الجوعري بس إذا السلام تمركب وحسلامان لورنا يو عليك أما وعليكم الله قرنا بمعنى واحد نقول له هذين ليدين يري ويدين كان هيدن كل عضو مركب ده هديه وحونا أحسن يكون دعيين ده أنت دعدي بالجوعري هديه وحونا يكون دعيين ده هبار كيب الجوعري معنو صاصو دعيا أتصل لك قاضنا يا أن عد إحسان سما يسا إحسان كودي اللغة شوابي عد كود دعيسا إن دود دعيسا إن في عنتها أيا لك قاضنا يا الكاهن قد شوق والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك